بكم في هذا الإصدار الخاص من الصحافة العالمية اليوم الثلاثاء 16 يوليو. نستعرض فيه أهم ما ورد من عناوين في الصحف والميديا العالمية عن مصر. إذاعة فرنسا الدولية: مصر، الإخوان المسلمون يحاولون إحداث شلل بالقاهرة. لوموند: مصر، صدمات مميتة في القاهرة بين مؤيدي ورافضي مرسي. لباريزيان: مصر، مواجهات جديدة في القاهرة، 7 قتلى وأكثر من 160 جريح. الشرق الأوسط: واشنطن تطوي صفحة مرسي والإخوان يصعدون ضد الجيش. إذاعة فرنسا الدولية: قيادة تمرد مستاءون من مساعد الوزير الأمريكي الذي يزور القاهرة. القدس العربي: مصر، تعزيزات لتصفية الجماعات في سيناء، تدمير 90% من أنفاق غزة وغضب واسع من هجوم على حافلة عمال. الجيش حذر أنصار مرسي من حصار المنشآت الحيوية وضغوط أمريكية للإفراج عنه. وأخيرا موقع فوكس نيوز: إسرائيل توافق على كتيبتين مصريتين إضافيتين في سيناء. شكرا لمتابعتكم.